هكذا كانت الدقائق الأولى بعد تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. 7 سنوات مرت على هذا التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة 55 شخصا وأكثر من 300 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء والعجز. لا شك قبل وقوع الانفجار يمكن بليلة جاءنا تحذير من اللواء الوزير السابق أشرف ريفي الله يجزيه الخير أنه ننتبه، يعني سيكون هناك عمل ما أمني، عمل أمني، فخطر بالنا كل شيء صراحة أنه على الطريق يكون في اعتداء أو سيارة مفخخة، ولكن اللي ما خطر ببالنا قط يعني أن يكون في تفجير في المسجد وأثناء تواجد المصلين في صلاة الجمعة. ضابطان سوريان كان قد تم توجيه اتهامات قضائية لهما، النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان، بالإضافة إلى منفذ الجريمة وهو لبناني يدعى يوسف دياب من محلة جبل محسن ذات البيئة الموالية للنظام السوري الذي تم إلقاء القبض عليه بعد ثبوت ضلوعه بالعمل الإرهابي. الأسماء موجودة بس ما وقف الموضوع إلا اللي وضع الشاحنة، يعني هو أضعف حلقة بالتفجير، الحلقة الأقوى في التفجير من شحن الشاحنة، من سلم التفجيرات، من درب، من رسم الخطة، والذي لا يزال يتمتع بحرية مطلقة. هي في مجموعة حقيقية، مجموعة من جبل محسن، رئيسها هو الشيخ حيان رمضان اللي هو رتب الموضوع وجاب الشاحنات أو السيارات المفخخة وجند الناس، وكان على صلة متواصلة مع النظام السوري. هؤلاء ذكر اسمهم، يعني هاي خلية إرهابية، هيدا قضائيا اتهمته للشيخ. الشيخ حيان بالقرار موجود الشيخ حيان رمضان. هل هو شيخ يعني مجرد حدا ملتحي أم لا شيخ معتمد؟ و شيخ بيحط لفة، بيحط لفة وبيصلي بالمسجد فوق عندهم. نحن ما نحكي طائفيا، عم نحكي هذا اللي صار. لما قلنا ميشيل قضاء هيك قال، لما نقول ميشيل سماحة مسيحي، ما بنقول المسيحيين هن اللي والوا نظام الأسد، عم نقول هو باع نفسه. لأن نحن أصلا عندنا أصدقاء من جبل محسن، أصدقاء كتير كويسين وساعدونا نحن هون برفع آثار الدمار. في أحد الشباب العلويين أخبرني بالتليفون وأرسل لي تسجيلا صوتيا أنه في كتير ناس من أبناء جبل محسن كانوا على علم بالتفجير قبل وقوعه، وأرسل لي تسجيلا صوتيا وأنا أسمعته للأمنيين، أوصلته للأمنيين أنه يعني يسمعوا هذا يكلم فلانان ويقول له غدا سيكون تفجير المساجد، وهذا قبل التفجير. وما هيك لم نجد من الدولة اهتمام الموضوع. بعدين بعد الضغط عليهم استدعوه وجاءوا يعتذرون، نحن خلص يا أخي استدعيناه. قلت لهم هل سألتموه من أين علم بالتفجير قبل وقوعه؟ قالوا الحقيقة ما سألنا. شو هذا التحقيق؟ إيش هذا التحقيق؟ وهذه السيارة التي زرعت فيها المتفجرات ستبقى شاهدة على جريمة من أبشع الجرائم الإرهابية التي شهدها العالم. غسان فران، صوت بيروت انترناشنال.